السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء وقبل كل شيء وكما العادة لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا لا تنسوا الانضمام إلينا عبر صفحتنا على الانستغرام، فرابطها أسفل هذا الفيديو. ومعنا اليوم سنقدم لكم شيء رائع جدا، أخيرا الجديد من شركة روكستار، وأعرف أن الكثير منكم يعرف بهذا الخبر، وأعرف حبيب الله أن الكثير أيضا من لا يعرف بهذا الخبر. فاليوم أحضرنا لكم شيء جديد من روكستار، وهو مختص لهواتف الأندرويد وللبلاي سي وللبلاي ستيشن 4 وايضا للاكس بوكس. فكما تعرفون يا حبيب الله ان شركة روكستار جيمز لم تنزل اخر لعبة نزلتها، وهي لعبة ريد ديد ريديميشن يا حبيب الله، يعني هي اللعبة الاخيرة التي نزلتها روكستار جيمز ولم تنزل بعدها اي لعبة، وتلك اللعبة يعني نزلت قبل سنتين على ما اعتقد. والان روكستار جيمز كما تعرفون ان لعبة جراند سان اندرياس وجراند وجراند فايس سيتي من اعظم النسخ ومن افضل السلسلات الخاصة بجراند، وكانوا في وقت جد مناسب، يعني في زمنهم لم يكن هناك اي لعبة تنافس لا جراند فايس سيتي ولا جراند سان اندرياس ولا جراند 3. وانتم تعرفون اول نسخة هي جراند 3 وبعدها جراند فايس سيتي وبعدها هناك جراند سان اندرياس، والتي كانت الاسطورة والكل يتذكر روكستار جيمز والكل يعرف روكستار جيمز بلعبة جراند سان اندرياس. فالشركة روكستار جيمز مؤخرا او في هذا الاسبوعين قامت بطرح تدوينة على حبيب الله عبر تويتر او عبر موقعها الرسمي، والكل يتكلم عن ذلك. اكتب فقط جراند 5 ريماستر حبيب الله، يعني او 4K، يعني سينبثق لك كل الاخبار. فانتم تعرفون حبيب الله ان اخيرا تم الاعلان كما قلت لكم من شركة، نعم صراحة لا اعرف كيف اصف لكم هذه الاشياء بشكل دقيق، ولكن لانني لم اكتب اي شيء في ورقة ولا اي شيء، بل فقط احكي لكم على ما رأيت بطريقة جد مباشرة. لهذا السبب هناك بعض التوعكات فكما تراحي في الكلام. كما قلت لكم حبيب الله ان شركة روكستار جيمز اخيرا ستقوم بتطوير لعبة جراند سان اندرياس وجراند 3 وجراند فايس سيتي. كيف سيتم تطويرهم؟ يعني سيتم عمل لهم ريماستر حبيب الله، فكما تلاحظون يعني سينتقلون هذه الالعاب من العاب ذات جرافيكس ضعيف وشخصيات قديمة الى العاب ذات جرافيكس عالي وتوافق هذا الزمن الحالي الذي نعيش فيه، وهو 2022 او 2021. يعني كما تعرفون هذا سيكون جد رائع، وايضا هذه النسخ ستكون متوفرة حتى على هواتف الاندرويد. فانتم تعرفون ان لعبة جراند سان اندرياس وجراند فايس سيتي وجراند 3 هما متواجدين على هواتف الاندرويد. لهذا السبب ايضا سيكون هذه التحديثات او هذا التغيير او هذه التطويرات الرهيبة او هذا الجرافيكس الذي سيحصل في هذه الالعاب سيكون ايضا على هواتف الاندرويد. لهذا السبب ما جعلني احضر لكم هذه الاخبار الشيقة والجميلة صراحة، ونتمنى تخيلوا معي شركة روكستار جيمز ستنزل لنا جراند سان اندرياس بجرافيكس سنقول عنه 4K وبسيارات يعني الجرافيكس الذي كان من قبل سيتحول الى جرافيكس 2021. تخيلوا معي جراند سان اندرياس تلعبها من روكستار جيمز باخر جرافيكس وباخر حطة، يعني ستبقى نفس السيارات ولكن ستكون هناك سيارات بجودة عالية، شخصيات ستبقى نفسها ولكن شخصيات بجودة عالية، ايضا الشوارع ستبقى نفسها ولكن سترون اشجار واقعية اكثر، يعني مثل جراند 5 سترون شوارع جد احترافية ليست كالنسخة القديمة، سترون شخصيات، سترون مهمات، سيكون فيها اشياء رائعة صراحة. فالكل ينتظر هذا الشيء بشدة صراحة، والكل ينتظر كما قلت لكم هذا الشيء الرائع.
فصراحة سيكون هناك تحول رهيب جدا بالنسبة لألعاب هذه الألعاب الثلاثة جراند سان أندرياس وجراند خمس وجراند فايس سيتي وجراند ثلاثة. وإذا لم تتأكدوا من هذا الخبر وإذا لم يعني لم تصدقوا اكتبوا هذه اكتبوا جراند ثلاثة وجراند سان أندرياس وجراند فايس سيتي في اليوتيوب وسينبثق لكم الفيديوهات وكل اليوتيوبرز المشهورين والعالميين تكلموا عن هذا الشيء. وهناك كأدلة بالطبع سأضع عليكم أسفل هذا الفيديو من شركة روكستار جيمز بشكل رسمي، ستجدون التدوين أسفل هذا الفيديو لتتأكدوا أحبيب الله من ذلك. فصراحة نتمنى أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم، وإذا أعجبكم لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك من أجل تشجيعنا على المزيد من المقاطع، وأيضا لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بكل جديد حول ألعاب هواتف أندرويد وأي جديد حول ألعاب الجيمز أو أخبار عنهم أو أي جديد حبيب لا. وأيضا لا تنسوا الانضمام إلينا عبر صفحتنا على الانستغرام فرابط أسفل هذا الفيديو. وصلنا إلى 4400 مشترك، هيا نصل إن شاء الله إلى 5000 قبل سنة 2022 إن شاء الله، لما لا. شاركوا مع أصدقائكم وشاركوا هذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا اليوم الجمعة، لا تنسوا الإكثار من الصلاة على حبيبنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My good God!